الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهالي ديالة، أهالي خرنابات، والضيوف الكرام، مساكم الله بالخير والإيمان. تقبل الله صالح الأعمال في هذه العشية وفي هذه الليالي على هذا التعظيم للشعائر وإحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، واستذكارا وحزنا ومواساة لمصيبة أبي عبد الله الحسين وأهل بيته، نرجو من الله القبول واستجابة الدعاء ببركة الصلوات. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، شفاء المرضى، من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا. اللهم اجعلنا ممن يدافع عنك وعن دينك وكتابك ونبيك وآل نبيك. اللهم من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده. اللهم ارزقنا قضاء الحوائج ببركة الصلوات. سلام على الذين مضوا، وسلام على الذين رحلوا، مضوا إلى جوار ربهم ورحلوا في سبيل الله، مضوا ورحلوا وخلفوا حزنا وألما، سافروا إلى الآخرة ولكن تركوا جرحا. سلام عليهم يوم نزلوا في مستقر رحمة الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سلام على جميع الشهداء ورحمة الله وبركاته. سلام على جميع الشهداء ما بقينا وبقي الليل والنهار. سلام على الشهداء الأبرار، سلام على الشهداء الأبرياء الذين رحلوا بسبب الظلم والإرهاب والطغيان، لعله من له بصيرة ومن له إيمان راسخ ومن له رؤية واقعية وقلبه يبصر وأذنه في قلبه تسمع، لرأى ولسمع في هذا المكان صرخات الأطفال عندما ذهبوا ضحايا وارتحلوا بسبب التفجير الذي جرى في هذا المكان ونحن نقيم فيه مجلس، فما زالت أصواتهم وصرخاتهم ترفض الظلم والإرهاب والطغيان. فسلام على الشهداء الأبرياء، وسلام على الشهداء الأبطال جنودا وقادة الذين حاربوا الظلم والطغيان والإرهاب، سلام عليهم جميعا. وشكرا لهم، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، لأنهم عزة وكرامة وموعظة لنا، ولعله حتى لا نكون ممن يخاطبهم القرآن ولا تبخس الناس أشياءهم، لولا تلك التضحيات لتتفقون معي جميعا أحبائي أنه لا يمكن أن نحظى بهكذا أمن وأمان، لولا دماءهم، لولا مواقفهم، لولا بطولاتهم. تثقفوا أحبائي
وتحملوا هذه المسؤولية. نسيان الشهداء غفلة، عدم شكر الشهداء تقصير، وأن نثقف عليها الأجيال الأخرى، وأن نقدس هذا الأمر، لأن الله يحترمه ويعتبرهم أحياء عند ربهم، عذرا للشهداء لأن ذكرهم قليل وشكرهم بسيط، ولكن بما ينبه عن الغفلة ويقلل عن التقصير في الشكر. نقرأ لهم جميعا الفاتحة مسبوقة بالصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أهالي ديالى الكرام، أهالي خرنابات، الضيوف الأعزاء، أبائي، إخواني، أبناءنا جميعا، نجدد العهد مع الحسين ونجدد المواساة مع الحسين، وهذا موقفنا وهذا دورنا وهذا حالنا، أن الحسين حياتنا ومماتنا، أن الحسين كعبة الأحرار وقبلة الثوار، أن من أراد أن يتعلم في هذه الحياة فلينتمي ويدخل لهذه المدرسة، ومن أراد أن ينتصر فليقتدي ويتمنهج بالحسين، ومن أراد أن يفوز في الدنيا والآخرة ينادي ويرفع يده ويجدد العهد بنشيد الزمان: حسين يا إيدك وصوتك، حسين حسين. ثورة ثورة هذه، حسين يلا أهالي دياله، يلا إيدك وصوتك، حسين صرخة العراق، صرخات الحشد، صرخة الشهداء، صرخة الجرحى، نشيد الزمان: حسين. اسمعني وجاوب يا قتيل العبرات، حسين ما شاء الله،
يا أسير الكربات أنت حي أبا عبد الله، من قاتلك وحاربك كلهم ماتوا وبقيت حيا أبا عبد الله، حي في النفوس في الضمائر من جيل إلى جيل، قوة وعزة وكرامة. أنت حي كالصراط المستقيم. بارك الله فيكم. أنت مهدت لنا نهجا قويا. بك تربو الحسنات. ما شاء الله ما شاء الله. بك محو السيئات. ما عدنا غيرك. لهف نفسي أبا عبد الله، أي قتيل قتلوه مثل ما قتلوه؟ جردوك من ثيابك سلووك، ثم عمدا بجرد الخيل صدرك سحقوك. لهف نفسي للجسوم العارية. حر قلبي للشفاه الذابلة. لم تذوق ماء الفرات. يا الله أبدا حتى الممات. سيدي ولو بكينا طول العمر أبا عبد الله، ولو بكت معنا كل شيء وبكى معنا كل ما في الوجود، سيدي أبكيك للشيب الخضيب. سيدي أبكيك للجسم السليم. لا تبرد لا تبرد. بارك الله فيك. سيدي أبكيك للخد التريب. سيدي أبكيك منهوب الرحال. صرخة باقية. سيدي أبكيك مسبي العيال. وخرجت. آه يا زينب، كم كلف هذا الخروج؟ كم كان ثمن هذا الخروج باهظا؟ خرجت مرتين، في المرة الأولى لما وقع الحسين وأحرقت الخيام،
وركض الأطفال في كل جانب، وصعدت على التل تنادي: نور عيني يا حسين، حبيب قلبي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، لأنه غيور ولأنه صاحب حمية. إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. وخروجها الآخر كان في الليل، في جوف الليل، تريد الوصول إلى جسد الحسين، تريد أن تضع يديها تحت جسده المقطع وترفعه قليلا وتقول للسماء: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إلهي تقبل منا هذا القربان القليل. الآن أنتم معزين، أنتم أصحاب عزاء، أنتم أهل مواساة، كلنا نقرأ ماذا قالت للحسين: لحقتك على ريحة الخوة. أنتم تقرون، يلا صوتكم: وذبيتني على الغروب قو، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، شوف الشمر بي السوى، صوت على متني تلوى. ماذا جرى بعد ذلك؟ ماذا فعلوا بزينب؟ ماذا كان موقفهم؟ وصاح يا وزينب: طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها، حرقوا قلبها براس اخوها، وسبوا الزجية وشتموا ابوها. كان الخروج صعب وكان الثمن باهظ، صوت الجان ما ينسمع سمعوه، وطول الجان ما ينشاف شافوه، وخدر الجان ما ينداس داسوه. ارفع لإيدك وخلي صيحتك ويا صيحة زينب، وجدد العهد، ها وانطي الموقف. وخرجت زينب تنادي حسين، وسيبقى الحسين صرختنا، الحسين هتافنا، الحسين شعارنا، الحسين مبدأنا، الحسين حياتنا مماتنا، الحسين ينتصر على كل ظلم وعلى كل فساد، الحسين ينتصر دائما على كل ظالم على كل طاغي، الحسين باقي وينتصر دائما، وسيبقى دوما نداء حسين. اللهم اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين، اللهم اجعلنا من زوار الحسين، اللهم اجعلنا من خدام الحسين، اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين، اللهم اجعلنا من أنصار الحسين، اللهم اجعلنا من الصادقين مع الحسين، اللهم اجعلنا من الأوفياء مع الحسين، اللهم اجعلنا من المخلصين مع الحسين، اللهم اجعلنا من المخلصين مع الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقرأ سوية من باب الاستحقاق والاستجاب، وأن يكون الدعاء مجابا إن شاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد،
وآخرة تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله 30. اللهم لعنهم جميعا. اطلبوا حوائجكم احبائي، ونسألكم الدعاء. لا تنسون ابائي امهاتي اخواني اخواتي ابنائنا جميعا، نظموا الدعاء اول حاجة للامام صاحب الامر، اطلبوا له حاجة. اللهم فرج عنه، اللهم اكشف كربته، اللهم سكن ألمه، اللهم طيب جرحه. الحاجة الثانية لوالديك، حيين ميتين اطلب لهما حاجة. الحاجة الثالثة شوية صبرك لحظات، التفت يمينا وشمالا، صديقك جارك رحمك اطلب له حاجة. قدم هؤلاء الثلاث ثم اذكر حاجتك. الله هو يحترمك، هو يقدرك، اطلب حاجتك وان شاء الله بشفاعة صاحب الامر ووجاهة الحسين. آمين رب العالمين. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة من سورة الحجرات، الآية 15، خليها في بالك واحفظ لياها في ذهنك، وإن شاء الله راح نكون مع هذه الآية في هذه الليالي الثلاث إن شاء الله. أحبائي، القرآن الكريم نحتاج إلى ارتباط وثيق معه، نحتاج مع القرآن إلى علاقة صليبة، نحتاج مع القرآن أن يكون له مقدار من الانشغال في عقولنا، يعني له مساحة عند التفكير. وعندما ينتقل الإنسان من حال إلى حال يكون القرآن معه في كل مكان وفي كل زمان، وإن لم يفتح القرآن ماديا ويقرأ. هذه العلاقة أن تكون علاقة ارتباطية قوية صلبة راسخة مؤثرة، هي تحتاج إلى شيء من الجد، تحتاج إلى شيء من المصداقية، تحتاج إلى شيء من التعب. أنت حتى تستحق وتكون مع القرآن دائما لابد أن تبذل جهد. هذا الجهد لا يكون في وقت محدد مثل شهر رمضان. أنا يمكن أشوفك في شهر رمضان منشغل بالقرآن، شلون تقرأ يوميا وتتنافس في القراءة، ولا بأس بذلك. في النهار في العمل متى تتمنى أن تفرغ قليلا حتى تقرأ قرآن؟ سؤالك بينك وبين الآخرين، أهلك، عيالك، ناسك الآخرين، أصدقائك، زملاء عملك، واحد يسأل الآخر وين وصلت بالقرآن، وهكذا الجو كله قرآن. لكن هذا لا يكفي أحبائي، يعني شوية اسمحوا لي أثير قضيتين. هذا لا يكافئنا في الحال على مستوى الواقع،
الواقع يريد مو مال شهر، مال الإنسان طيلة أشهر السنة هو عايش مع القرآن. أما شهر يعيش مع القرآن وتستلم باقي الأمور 11 شهرا، هذا الموقف ما بيتكافؤ. يعني الواقع مو الجانبك، المعركة مو الجانبك، لأن أنت عندك شهر تقرأ قرآن و11 شهر القرآن غايب عنه. ممكن يمر عليك بمناسبات في عزاء أو مواسات أو عند القاضي في المحكمة أو مشاكل، لكن التكافؤ حتى يكون مناسب للواقع أنت ما يكفيك شهر، لأنه الواقع لا غزو، الواقع احتلال، الواقع معركة شرسة، الواقع يراد له تكافؤ بالسلاح. وأنت القرآن قوة إلك، القرآن سلاح إلك، تقرأ آية واحدة إلها مردود، تقرأ آية واحدة إلها أثر. فعلاقتك بالقرآن حتى تكون قوية يراد لك استدامة بالعلاقة مع القرآن. لازم تقضي على هاي المسألة، لأن الواقع صعب جد. تجاي تشوف أكو مرة يستفزك بالقرآن، ومرة يحرق لك القرآن، ومرة يتجاوز على القرآن. وانت انت كمجتمع وكمذهب وككيان أنت متهم بأن ما عندك ارتباط بالقرآن وما عندك علاقة بالقرآن. فشوف الآن هاي الفترة الزمنية هواي خلقت انعكاسات، يعني أكو جهد، وإن كان شوية ليش أقول لك على مستوى الواقع يحتاج إلى مكافأة مع الواقع، دار القرآن، تدريس القرآن، تعليم القرآن، تحفيظ القرآن، هذا يحتاج. وهذا إذا مو بالبيت يصير وبالمدرسة يصير ما ينجح، هذا يحتاج إلى هالمكانين، لأن هن ذني هواي أثرا على الإنسان ويأثرا على واقعه وحقيقته. في البيت أتعب نفسك يا أب وأتعبي نفسك يا أم بأنه يوميا يثار القرآن. وأنا أرجوك شوية تقبل مني هاي الفكرة، ولو آية واحدة في اليوم، آية واحدة في اليوم تكفي، آية واحدة تكفي، كثير يومية آية في السنة كم آية؟ 366، ممكن سورة تحفظ، آية تثيرها وتفكر بيها وتدارسها. هذا واجب الأب، واجب الأم، واجب الأسرة، هذا ينمي على القرآن، يوعي على القرآن. وهاي الحادثة مو غايبة عنكم، لما راح الفرزدق ويا أبوه وهو طفل كان يتكلم الشعر، عنده إمكانية للشعر وهو طفل، من يتكلم بالشعر هو طفل هاي قابلية، يعني عنده فرد خصوصية، عنده فرد امتياز، وهو صبي يقول الشعر إمكانية، الشعر لغة، الشعر ترتيب، قوانين، وزن، الشعر يراد له شغل، مو كل واحد يصير شاعر. أنا وياك يمكن إذا أريد نصير شعراء يراد لنا أشهر نقعد يم الشاعر ولجنة ونحفظ أوزان ونحفظ قوانين ولغة عربية ومعاني اللغة، وش قد يراد حتى تكون شاعر، لأن هذا أدب وهاي لغة وبلاغة، ويراد اختيار اللفظ واختيار المعاني أيضا المقصودة. لكن هذا الفرزدق هو صغير يقول شعر، يعني مؤهلات عنده، يعني فرد نبوغ عنده. لما عرض هذا الموقف لأمير المؤمنين القرآن الناطق، لما عرض على علي بن أبي طالب شريك القرآن، العترة شريكة القرآن وعلي هو القرآن الناطق، لما عرض عليه هذا الموقف قال لا بأس، يقول الشعر شيء زين والشعر لغة قلتنا وبلاغة، قال له ولكن علمه القرآن. ليش؟ فهو خير له، هذا راح يتمكن، راح يصير عنده قوة لغة، قوة بلاغة، راح يصير عنده إمكانية وهو يعيش مع القرآن. فرق أحبائي أنه أنا أقرأ قرآن وأدي فرض أو استحباب في وقت معين مكان معين وأذهب، يعني هواي فرق أنا لما أجي للحسينية أقرأ قرآن وبالبيت ما أقرأ قرآن، هاي مشكلة. ليش أنا بالمسجد أقرأ ويمعيالي ما أقرأ؟ شو ابني ما يشوفني فاتح القرآن، تمر أيام وليالي ما يشوفني. الأم كذلك بالزيارة تقرأ قرآن،
في ليالي القدر تقرأ قرآن، بس الباقي الوقت الباقي حتى يصير مطابق للواقع ومكافئ للواقع، هذا من جهة. بعد يعني احنا يعني من يحرقوننا القرآن شو نسوي؟ بعد جبنا القرآن وحضرنا بالمجالس وطلعنا مظاهرات وسوينا خوش ردة فعل، هذا ما يكفي. اكو مستوى طموح نطمح له، شنو؟ انه يعيش القرآن في اذهاننا وفي قلوبنا وفي ارواحنا، وهيك هيك يعني شلون فرد اصرار وفرد عزيمة على حفظ القرآن، على تعليم القرآن. يعني لازم تكافئ الموقف بعد ان احرقوا لك القرآن واستفزوك، وهالمرة بصيغة شرعية وقانونية ودولية وفرد حركة، انت لازم تصير ردة فعلك على مستوى الطموح اعلى. لازم موقفك مع القرآن يكون اعلى، لازم موقفك مع القرآن يكون اكثر قوة، بعد انك تصر على ان لا تفارق القرآن وان يعيش معك القرآن ليل مع نهار. انا من يوم الحادثة اللي صارت واستفزوا المسلمين واستفزوا الموالين المؤمنين الشيعة بالذات، قلت للناس، وهذا الدعاء كان يوميا نقرأه في المجالس، اللهم اجعلنا ممن يدافع عنك وعن دينك وإسلامك وكتابك ونبيك وآل نبيك، صلوا على محمد وآل محمد. ليش؟ لأن القضية ما تكتفي. يعني أنت بارك الله بك، شكرا لك، طلعت مظاهرات، ردت فعل طيبة، حملت القرآن في كل ما أروقة أماكنك، حضورك جيد جدا، انعم الله عليك، بس هذا لا يكافئ على مستوى الواقع ولا يوصلنا لمستوى الطموح. احنا واقعنا يريد أكثر وطموحنا يريد أكثر. فلذلك أيامك هذا، أنت الآن مستقطب، أنت الآن منجذب باتجاه الحسين بسرعة فائقة وبقوة نوعية. انت الآن ماكو، على تعبير احد الاخوة يقول هذا ابني اسمه علي، مرات انسى صيح لحسين. ليش؟ عايش القضية حسين، هاي الصرخة اللي ناديها احنا، وهاي الكلمة اللي لها مفعول في قلوبنا وارواحنا. طفلنا يصيح، الامرأة، الجاهل، العالم، المؤمن، الخير، حتى الما متدين، حتى الما ملتزم، حالة من الاستقطاب وحالة من الانجذاب وحالة طيبة جدا احنا باتجاه الحسين، يعني بسرعة وبقوة. يعني انت خلي شوية ألطف لك الجو، يعني بهاي الايام انت بنزينك محسن، بنزينك محسن بهاي الايام، ايد اغتنمها فرصة، اغتنمها فرصة يوميا جدد عهدك مع القرآن، يوميا يوميا اطلب التوفيق ألا يفرق الله بينك وبين القرآن، يوميا اقرأ آية، يوميا اتعب نفسك. وهي حقيقة أحبائي، هاي الرواية عن الإمام الصادق هواي جليلة، هواي عظيمة. شوية فتحوا لقلوبكم، خلي نجدد العهد وياها وندخل للقرآن. يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أحد أصحابه أن يوم القيامة تعرض ثلاث دواوين تنعرض، ثلاث سجلات، سجل النعم، ديوان النعم، الله شنطك حتى يتعامل وياك، وسجل أعمالك الحسنات، ايش سويت من عمل بر، صليت، صمت، أحسنت، صدقت، أعمالك البر، والسجل الثالث سجل الذنوب، سجل المعاصي، سواء كانت الناس تدري أو ما تدري، معلومة المسألة أو مخفية، سجل لك. يقول الإمام الصادق عليه السلام فيستوعب ويستغرق ديوان النعم كل ديوان الحسنات، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. فمن يجي الله يقابلك، أنا اعطيتك وانت سويت كل شيء له مقابل، فمن يجي ديوان الحسنات يريد يغطي ديوان النعم، يستوعبه كله، وبعده النعم ما خلصانة، فش ما يبقى عند الإنسان؟ ماكو حسنة، يبقى عنده شنو بعد يا ديوان؟ الذنوب، السيئات. يقول الإمام الصادق في هاي اللحظة الحرجة، في هاي اللحظة الحساسة، في هذا الموقف الصعب، يقول يأتي القرآن على هيئة جميل المنظر. يجي القرآن، القرآن من يجي يقول له ربي إن هذا المؤمن أتعب نفسه بقراءتي،
وكان يحيي الليل بقراءتي وكان دائما يقرأني فاشفع له. فينادي الله عز وجل أنك يا هذا يا فلان هذه الجنة بابها مفتوح، اقرأ آية وارقى درجة، اقرأ آية واصعد درجة. والروايات الأخرى تقول درجات الجنة على عدد آيات القرآن، يعني كل ما تقرأ آية شي يقول لك اصعد، حافظ لك فد 100 آية اعرف موقعك بالجنة 100 درجة، حافظ لك 200 آية درجاتك بالجنة وين توصل 200 درجة، حافظ لك 1000 آية انت موقعك 1000 في الجنة. انظر الى القرآن كيف يشفع. وامير المؤمنين قد ورد هذا النص في نهج البلاغة احبائي ان القرآن شافع مشفع. شافع وشنو يعني؟ الله ما يريد شفاعته، الله ما يريد شفاعته. خلي هاي الرواية تحركك، اطلب على مستوى الواقع ان تعيش مع القرآن، واطلب على مستوى الطموح، لان عبالك ما راح يحرقون القرآن بعد، لا يحرقوه، عبالك بعد ما يتجاوزون على اسلامك، لا يتجاوزون ويتجاوزون ويتجاوزون ويتجاوزون. فانتبه ان هذا الاستفزاز من باب رب ضارة شنو نافعة. عيشوا يا القرآن واقع، كن مو تمثيل، واقع حقيقي، مو انه مجرد تأثر شكلي مظهري، ما يفيدك. ليس الايمان بالتمني، اتمنى احفظ سورة الواقعة، اي اسبوع تحفظها ذا تعب نفسك، يمكن بثلاث ايام تحفظها، واذا جد بيها تحفظها. انا اعرف رجال نساء شباب شيبة اعرفه، هواي ناس حافظين الواقعة، وهاي حافظينها من زمان اعرفهم، يعني من زمان انا اعرف ناس من 20 سنة 30 سنة حافظ الواقع. انا حفظتها عن طريق شيبة قبل 35 سنة، كنا نتداول بهذا الموضوع انا وياه، وتنافسنا انا وياه، هو حفظها ب10 ايام، انا حفظتها منه باقل، تدري العمر ومصائب الدنيا وحاله، فتنافسنا قبل 35 سنة من رجل شيبة راح إلى رحمة الله، أحد السادة راح إلى رحمة الله، تنافسنا أنا قبل 35 سنة وحفظنا سورة الواقعة. وكثير من الناس، أنا أعرف شاب حافظ، بنية صغيرة حافظة، أولاد صغار حافظين، فبالإمكان، مو صعب، هذا ذهنك قاعد يحفظ هواي أشياء. فخلي في مستوى الواقع تعيش ويا القرآن، واطمح أنك تحفظ من القرآن، تقرأ من القرآن بتدبر وفهم، حتى يكون لك فرد دور وانتصار للقرآن. وخلوا هاي الآية قدامكم، إن تنصروا الله. فالقرآن يحاكينا في سورة الحجرات، من الذين آمنوا؟ ذولا منو؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، هاي واحد. 2، ثم لم يرتابوا. تدري هاي ثم تفيد التراخي، يعني الفاصل الزمني، مو ولم يرتابوا، لا لا، انطاهم مجال. لما استجابوا للقرآن واستجابوا للآيات وآمنوا بالله وآمنوا برسوله ثم لم يرتابوا، ذول منو؟ أولئك هم المؤمنين حقا. أخ، يعني آمن والتزم، آمن وحافظ على إيمانه، آمن وبقى صامت، لم يرتابوا. ليش؟ لأن راح أعرض لك الليلة وباكر أن مواقف كثيرة وحوادث كثيرة تخلي الإنسان إيمانه يهتز، وتخلي موقف إيمانه صعب. فهاي الآية الكريمة احفظها أرجوك، راح نعيش وياها الليالي القادمة. هاي الآية الكريمة من سورة الحجرات، الآية 15، تكلمنا عن موضوع مهم جدا، وتطلب من عندنا نقطتين. اولا الموقف العملي، ما تريد موقف نظري، انا مؤمن، ايه موقفك العملي شنو؟ بالله خل اشوفك ويا الصلاة والصوم ويا جارك ويا الحوادث ويا هواي جدول الدنيا، منظومة الدنيا كلها. ليش يقول القرآن ثم لم يرتابوا؟ الريب يخلي الانسان في التردد، الريب يخلي الانسان يقع في الشك، الريب يخلي الانسان يتراجع، يخلي الانسان يرجع خطوة إلى الوراء وينهزم. لا، هاي يرفضها القرآن، ثم لم يرتابوا، نفى الارتياب ونفى الشك
وتدري هاي المسألة حساسة، أنت تتكلم مع غيب. أنا قبل شوية استفزيتك أبو خرنابات ابن ديالة، استفزيتك قبل شوية. قبل كم سنة التفجير صار هنا؟ كم سنة قبل؟ فتقريبا 14-15 سنة صار هنا التفجير، وراحوا بيه ضحايا كثيرة، ومنهم أطفال ومنهم نساء، أكثرهم أطفال. لما استفزيتك قبل شوية قلت لك ما زالت أصواتهم صادحة، ما زالت أرواحهم تردد اللعن على الظالمين ودماء بريئة. هذا إذا ما عندك إيمان، ما صار عندك قناعة بي. إذا ما عندك إيمان باتجاهه أنه فعلا هذول الأرواح ظلموا وقتلوا للا شيء ولا ذنب، أنهم موالين لأهل البيت، أنهم شيعة فقط رافضة لا أكثر ولا أقل، مسلمين يؤمنون بالله بالتوحيد، يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمنون بالقرآن، قبلتهم نفس القبلة، دينهم نفس الدين، كل هذه أدلة دامغة على عدم استحقاقهم للقتل وعدم وجود مبرر لسفك دمائهم. بس إذا ماكو إيمان إحنا ما نعيش حالته، إذا ماكو عقيدة وبصيرة أنه ذولا جروا. فالقرآن شي يقول؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، مو فقط آمنوا بالله، برسوله المبلغ اللي جاب التبليغ والتشريع، اللي جاب الدين، جاب الإسلام، جاب القرآن، اللي ما ترك فراغ أبدا. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم، سمعنا صوتك، ورضيت لكم الإسلام. هاي إيمانك بهذا كل هذا المفروض. القرآن الكريم ينطينا فكر الإسلام ورؤية الإسلام للأمور، يعطينا عقائد الإسلام وإيماننا بأي شيء، يعطينا أحكام الإسلام تعاليم شرعية، يعطينا مبادئ وخلق. ليش القرآن يقول لك ولا تمشي في الأرض؟ ليش يقول لك ولا تصعر خدك للناس؟ ليش؟ هاي تعاليم، هاي آداب أخلاق، فمنظومة كاملة هذا تؤمن به. ثم لم يرتابوا، القرآن يقول ذولا مؤمنين صدق، ذولا مؤمنين حقا، أولئك هم المؤمنون حقا وأولئك هم الصادق. فالآية الكريمة من سورة الحجرات 15 تخلينا أمام اختبار، وتخلينا أمام تجديد العهد مع الإيمان وهذه العقيدة الحقة. يمكن أنطيك هاي الرواية الجميلة جدا أختم بيها، وإن شاء الله باكر نقف عند محطات الآية الكريمة، وبإذن الله نقف عند بعض المضامين اللي تنفعنا وتنفع مجتمعنا. لأن صراحة أحبائي يعني المجتمع دائما يقع في اختبارات ويقع في امتحانات، مثل المدرسة أكو امتحان يومي. ترى المعلم الحوك، المعلم الحوك، المعلم الصدق يوميا يختبر طلابه، تلاميذه يوميا يختبر. عم يا سيادة العقيد أرجوك، المراتب مو يوميا تفحصهم تعداد؟ مو يوميا تشوف هندامهم؟ مو يوميا يشوفوا سجل الغيابات مو يشتغل؟ ليش؟ هذا التقويم، هذا التقويم. المختص يقوم بهذا العمل، ليش؟ يقوم عمله. فالمعلم الناجح يوميا يختبر، وش عنده؟ يفاجئ، دائما يفاجئ تلاميذه، طلع اوراق واقلام، هيك عشنا، طلع ورقه وقلم، انت مو تقول حافظ؟ يلا، انت مو تقول انا شاطر؟ يلا تعال اكتب. والاملاء، اختبار الاملاء شلونه؟ هذا امتحان شهري، اكو امتحان نصف السنه وأكو امتحان أخير السنة. الله يختبرنا بكل ساعة، يمتحننا بكل لحظة. مجتمع شوية شوية يراد لك شغل، من واحد يخطأ تدرس الموضوع لو ما تدرس، من واحد يذنب وسطك شو تسوي له؟ تفضحة لو تساعده على التوبة؟ كثير من الأشياء تحتاج فخرسة. القرآن الكريم يقول ترى نجاحكم وتفوقكم إذا اجتمعتوا على الخير وتعاونوا على البر ولا تعاونوا. راح أوقفك باكر وبعد باكر على محطات اختبار يمكن أنت ما منتبه إليه، لكن احنا جاي نشوف
المجتمع دائما في اختبار، ومن اللي يكشف اختباره؟ هذا الواقع اللي هو موجود، الانترنت والمشاهدات والاعجابات وردود الافعال، كلها تكشف ثقافة الناس وعيها ودين الناس ايمانها وخلق الناس وتربيتها وآدابها. هذا ثلاثة ينكشف في اي حدث، في اي مشكلة يمر بها المجتمع يبين. يذب على النار زيت، يذب على النار بنزين، الفتنة من تجي شي يسوي، كل هذا من الاختبارات. فكرك، عقلك، وعيك، دينك، ايمانك، عقيدتك، خلقك، تربيتك، ادبك، يبين هذا اخطأ. شو تقول؟ تشمت بي حلو يا لو لا، ينكسر قلبك عليه، خطية، اخطأ. هذا ليش اخطأ؟ تقومه، تساعده في تجاوز الخطأ. لو الزيدة تكسر بعض ظهره، مثل ما يقولون ان الجمل لو طاح تكثر سكاكينه، واقع مو طيب. هذا اختبار للناس، لان المعصوم يقول، القرآن يقول والفتنة اشد من القتل، لازم تنتبهون. زين، كن في الفتنة كابن اللبون، انتبه لا تصير وقود، كن صالح، كن مصلح، كن مؤدي شيء، على الأقل موقفك طيب. فأقرأ لك هاي الرواية عن لقمان الحكيم، أختم بها الليلة، وإن شاء الله ريد نجدد العهد يا أهالي خرنابات، الليلة نقرأ لياسين شيء بأصواتكم وترحما على آبائكم. وهاي الذكرى، لأن هنا قرأت يا حسين بضمايرنا، يمكن بعضكم كان حاضر، بعض الناس الله يحسن عاقبته ويديم عمره، وبعضهم لا، ارتحل مضى، فهذا تجديد للعهد إن شاء الله تعالى. فخلي بالك ويا يحفظ هاي الرواية، تفيدك هاي الرواية بصراحة. لقمان الحكيم، أنا أدعوكم أن تقرون سورة لقمان، دعوة، مو واحد يدعوك على وليمة، مو واحد يدعوك على فرد شيء، أنا أدعوك دعوة أن تقرؤون سورة لقمان. أكو بعضكم اليوم شوية راد لشغل، شلون يراد له شغل؟ ما بي حيل يقرأ، ما له خلق يقرأ، ما له مزاج يقرأ، غير سالفة يشد لها 20 حزام صراحة، غير سالفة لا، ما شاء الله. بس تعال قل له اقرأ قرآن، هو بي حيل، أنا عدي وقت، أنا شوف 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 بعض ابن الأوادم ما عدي وقت، ما عدي وقت يقرأ، بس غير شغلة لا يصرف لها ساعات. فأكو بعضهم لا، نقول له روح اسمعها بالموبايل، اسمعها بالانترنت، حاول تسمعها بالطريقة اللي تحبها انت، لان هاي مسألة الاستماع اذواق، وقضية القراء اذواق، كل من وذوقه، فكل من يسمعها بطريقته. اسمعوا او استمعوا او اقرأوا، واذا الله وفقنا وياكم ان نتدبر سورة لقمان، هواي بها معطيات، كلش معطيات حلوة. هاي واحد، لقمان الحكيم راح يثير في داخلك هواي تساؤلات. هذا الشخص شوية، خلي أسألكم وجاوبوني، أسمع صوتكم. لقمان الحكيم نبي؟ مو نبي. رسول؟ إمام؟ شنو؟ رجل صالح، رجل من عامة الناس، عجيب، والله هيك يحترمه، والله هيك ينطيه، والله هيك يميزه، والله عز وجل هيك يعطيه مكانه. تدري فرد يوم داود عليه السلام غبطه، لأن تدري النبي ما يحسد، النبي ما يحسد، بس غبطه. شلون غبطه؟ قال له يا داود، الله ابتلانا بالنبوه وانعم عليك بالحكمه، طاك الحكمه، واحنا خلانا هي النبوه هي الحكمه، بس هذا ابتلاء، النبي مسؤوليه. لقمان الحكيم، بعد لقمان الحكيم يقول له لابنه، بني احكم سفينتك في الدنيا فانها بحر عميق، شوي انتبه لي، احكم سفينتك في الدنيا فإنها بحر عميق. شنو سفينتك في الدنيا؟ إيمانك بالله، علاقتك بالله، ارتباطك بالله. هاي الصلاة قوي إيمانك، الصوم يقوي إيمانك، هاي حقيقة. القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين شنو؟ قوة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قوة إلك، الحج قوة إلك، هاي تربط. يا بني احكم سفينتك فإن البحر عميق، هاي وحدة، هاي الحكمة واحدة. الرواية تقول عن الإمام الصادق من 7000 حكمة،
بني لدي لك 7000 حكمة، احفظ 4 منها تكون معي في الجنة. يعني انت ماكو داعي 6996 ما إلك شغل بيها، ماكو حاجة لك. 6000 حكمة و996 ما إلك حاجة، بس 4 يكفى انك تدخل بالجنة. يعني آية دخلك الجنة، يعني رواية دخلك بالجنة ممكن. احكم سفينتك فإن البحر عميق. هاي الحقيقة أحبائي. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بك ويؤمن بكتابك ونبيك ودينك وقرآنك وإسلامك وشريعتك ويؤمن بآل نبيك سفن النجاة محمد وآل محمد. يمكن أحبائي هواي الموقف صعب، إذا تشوف عزيز على قلبك راح يروح منك. تلاحظ شعورك وهو يحتضر شلون حاله؟ حالك شنو؟ أبوك أخوك الله يحفظ أهلك ويرحم اللي مضوا، تشوفه يحتضر قدامك شلون حالك؟ شلون إذا طلعت روحه وقام ما يحاجيك، ما يتكلم وياك، مات. إذا أبوك أو أمك يموتن هواي أشياء في داخلك. إذا ماتت الأم، إذا مات الأب، شي يبقى في داخلك؟ الأخ، الأخت، الأحباب، هذا صعب تشوفه يغسلوه ما تتحمل المنظر، يكفنوه إلى أن يحطوه بالتراب. الله تقول لو أموت ويا أحسن، هيك شعور لو أموت ويا أحسن، تتمنى الموت. زين، هل من السهل على مولاتنا زينب تشوف الحسين جثة بلا رأس ومقطع وعاري على الأرض ورأسه أمامها على الرمح قدامها؟ فكيف يكون حالها؟ يقول الراوي لما أمر اللعين عمر بن سعد أن يمروا بهن جثث القتلى. شوف 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 القسوة، شوف الظلم. قال مروا بهن على جثث القتلى. فيقولون لما وصلت زينب على مقربة وشافت جسد الحسين شنو صار بحاله؟ يقول الراوي أرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، أرادت توقع. هاي الصبورة، هاي القوية، هاي بتعلي بن أبي طالب، لكن شافت هذا الحسين مقطع. انتم قارين الرواية على الامام زين العابدين، يقول كلما اراد ان يحمله من جانب سقط الجانب الاخر، يشيله من جهة جهة الثانية توقع، ينظر يمين وشمال يبحث في الارض يلتقط شيء، شنو؟ اصبع الامام، اصبع الامام يشيله. مصيبة هذه احبائي، مصيبة كبيرة. فلذلك يقول ارادت ان ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، لكن الإمام زين العابدين ماذا قال؟ عم زينب، عم زينب ارحمي ضعفي وقلة حيلتي. اسمع الكلام شوية، دقق بي. عم زينب إذا نزلت من الذي يركبك يا عم؟ شوفي حالي عم، أنا مقيد. أنت إذا توقعين منو راح يصعدك غير الغروب؟ منو راح يصعدك غير الأجانب؟ وهذا هواي ثقيل على أهل البيت، هواي صعب، هذا هواي صعب. تقبل واحد يمسك إيد أهلك بالشارع؟ بالله عليك أحلفك بالحسين، واحد يقبل يمسك عبايتها؟ أرجوك جاوبني شيخنا، شيخ سالار جاوبني، يمسك عبايتها تقبل؟ ما حد يقبل. قال عم إذا وقعتي من الذي يركبك؟ إذا نزلتي من الذي؟ شنو الحال؟ شنو الجواب؟ عم زينب أودعي أبي من على ظهر الناقة، تقل له ودعت ياك، ودعتك الله يا عيوني، يرجع عنك يبعدوني. خويا يا ابو علي لا تقول عني سافر وما غسلوني.
ولا تقول زي انا ابو الحرام ما جفنوني ليش انا رايحة انا رايحة يا حسين قوة غصبا علي قوة يا اخويا يا من خوتك خوة. شلون صار الموقف قدامها رأس الحسين وكانت هاي الحيرة عدها تقول اروح ميسرة ويا الراس جسمك من يدفن هنا اظل يم الجسم يا حسين راسك من يروح ويا هاي الحيرة هاي الحيرة اي والله بقيت محيرة وصفج باليدين اكونا لو ما اكونا بويا اكونا لو لا يا الله والله باليدين باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يا الله لا عباس يبرالي ولا حسين اي والله محتارة محتارة وتدير الوجه صوبين وين صوبين عين على الفرات وعين لحسين ودعت الحسين ولكن قهرا وقالت اخي لو خيروني بين البقاء عندك او الرحيل عنك لاخترت البقاء وهذا ألمها وهي تمشي على الناقة تربى تربى مشت وعيونها على حسين تربى تربى وخذت من دمع عزيز القلب والله تربى 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 الأخت ويا الأخ من الصغر تربى يا تعوف شلون مرمى على الوطي يا الله فرد ونا يا تعوف شلون مرمى على الوطي ارفع لإيدك ابوي انت تربية مجالس عزاء ارفع لإيدك خل نقرأ عاشوري حتى اقرأ لك القصيدة ان شاء الله ارفعوا ايدكم وواس الحسين وواس عيال الحسين ما يردن مشل للشام قوة ما يردن وليال العزية زينب رقية بيوم قالت ماي اريدا رخص عباس روح لها هدية ارفع لي ايدك وصيح ما يردن مشل للشام قوة ما يرد والله ما يردن مش الشام قوة ما يردن وليالي ليالي العز يا زينب ليالي العز يا زينب ما يرد رقية رقية بيوم قالت ماي أريدن رقية بيوم قالت ما يريدن رقية بيوم قالت ما يريدن اي والله رخص عباس روح الهدية فرد ونا يا رقص عباس روح لها يا هدي ارفع لإيدك ارفع لإيدك حيرني الدهر يا حسين ويعلي يا ثقل هم لا اقدر اعوفن ولا اقدر اظل يما حي ارفع صوتك وعليا يلا ابويا يلا لا اقدر اعوفن
ولا أقدر أظل. الطم وجاوب حيرني الله يرحم آبائكم وأمهاتكم ويعلي لا أقدر أعوف أنه. ألطم ألطم يلا شباب. ولا أقدر أظل يمه بس هالمرة للحشد والشهداء والجرحى حيرني. الله يرحم ياسين ويعلي ثقل لا أقدر أعوف أنه. ولا أقدر أظل يمه. ضب ايدك هذا النص. شلون امشي واعوف حسين جسم موسد الغبر وبحر الشمس عاري ودم يسيل من نحر يا هو يغسل اخلافي ويا هو ينزل بقبر ويا هو يوسع دب لحد ويشلع سهمي له بكبد وخنصر الكفه يرد وجسم على الثرى مطشر يا هو لي ظل ولما حير وعليا. جاوب لو لا ايدك قلتك حيرني حي وعليا وعليا لا أقدر أعوفن. أهلها أنتم أهلها أهلها ولا أقدر. شلون أقدر أظل ويا وهاي النوق جابوها ياردون الحرام للشام عقب الخدير يسبوها يا هو اللي يباريها لو رادوا يمشوها وهي بس جامع نسوان عيدهن ما بوقت ويليان بس واحد بوقى وجعان جسمه من المرض بالي ولا بيعرج بهمه حي. فدول جوابك فدول وعليا يلا هالخرنابات عهد هذا عهد حيرني. صوتك صوتك. أقدر أعوفن ولا ضب إيدك ضب إيدك. شلون امشي ويظل عباس مرمي على لمس الناية. جاوب لولا. شلون امشي ويظل عباس مرمي على اهل ديالة هالخرنابات. شلون امشي مرمي. ضب ايدك ضب ايدك. يا ما مقطيع زنوده ويا ما الجود ويا ما مقطيع
عاشق الليل يحجي والنار وحامي الضعن ويثاي أقل على النهر نايم يم العالم ويصار ما يرضى قمر هاشم أروحي ويا الغرب يسرى ويبقى على النهر جسمه حي وعلي لا أقدر أعوف أنه لا أقدر أضل يمه صرخة العراق صرخة الشهداء والحشد والجرحى حيرني الطم وياي ابد والله يا زهرة ما ننسى حسين ابد والله ابد والله صيح صيح حسين حسين ارفع لي ايدك بارك الله بك اهل دياله اللي قدمتوه حبا وولاء وتضحية ودماء ونفوس ليس هين واللي ضحيتوا به في سبيل الله في سبيل الدين والمذهب والوطن ليس قليل ارفعوا ايديكم وسدوا ايديكم ايد قوية جددوا العهد ارادوا قتلكم وابادتكم وارادوا ازالتكم من الارض لكن انتصرتم وفزتم وربحتم بماذا بالله وبدينه وبرسوله وكتابه وأهل بيته ارفع لإيدك صرخة لبيك يا حسين 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 إلهي إلهي لا تخيب سعينا ولا تقطع رجاءنا بسم الله الرحمن الرحيم أما أمن يجيب خمس كلمات يا أول ويا آخر ويا ذا القوة المتين ويا راحم ويا أرحم الله يبارك بيك اللهم كن لولي قوم على حيلك حجة في هذا وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك حافظ لي على دعائك حافظ لي وارفع صوتك وإيدك إلهي بفاطمة وأبي
ارفع لإيدك وصوتك وانطي موقفك ودورك. أنا سلم لمن ومحب ومبغض. موقف موقف شيل ايدك. انا موال لما قل معي معكم معكم لا مع عدو معكم معكم لا مع غير. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. خلي هذا مطلب مهب عندك. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. ردد معي هذه الأدعية المهمة أرجوك. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك. اللهم عرفني نبيك رسولك، فإنك إن لم تعرفني نبيك رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. ردد معي هاي كلمات وأنفاس الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الفقراء